بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس السادس. يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى ويعملون بشريعته حتى يأتيهم ما يغير شيئا من الأحكام الشرعية فينتقلون من المنسوخ إلى الناسخ. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يشرع ما يشاء، الأمر لله سبحانه وتعالى، يشرع لعباده ما يشاء مما فيه مصلحتهم وخيرهم، لأنه أعلم سبحانه بمصالحهم، فيشرع لهم في وقت ما يصلح لهم في ذلك الوقت، ثم يشرع لهم في الوقت الآخر ما يصلح لهم في الوقت الآخر، لأنه سبحانه وتعالى حكيم عليم، يفعل ما يشاء ويحكم بما يحكم ما يريد، وعلى العباد أن يمتثلوا ولا يعترضوا على الله سبحانه وتعالى. أمرك أن تتوجه إلى بيت المقدس، توجه بأمر الله. أمرك أن تتوجه إلى الكعبة، توجه بأمر الله عز وجل. والكل طاعة، الأول طاعة والثاني طاعة. أما أنك تقول لا أنا أبقى على الأول، هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. وهكذا فعلت اليهود. اليهود يريدون أن يبقوا على القبلة الأولى، وأن يبقى المسلمون على القبلة الأولى ولا يتحولون إلى القبلة الثانية وهي الكعبة، مع أن بيت المقدس والكعبة وجميع الكون لله سبحانه وتعالى، لله المشرق والمغرب، أينما تولوا ثم وجه الله. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فمن آمن بالله واليوم الآخر فإنه يدور مع أوامر الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، وهكذا كان المسلمون، حتى إن طائفة من المسلمين في المدينة كانوا يصلون العصر إلى بيت المقدس بقاء على ما كان. فلما جاءهم مخبر يخبرهم أن القبلة حولت إلى الكعبة، استداروا وهم في الصلاة، استداروا من بيت المقدس إلى الكعبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمنون يدورون حيث أمرهم الله سبحانه وتعالى، ولا يعترضون على الله جل وعلا. لكن اليهود بعنادهم وحسدهم وبغيهم يريدون أن يبقوا على ما هم عليه، وذلك من الكبر والحسد
لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لأنهم لا يعترفون بالإسلام ولا يعترفون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يعترفون به في الظاهر، وإلا في الباطن فهم يعرفونه كما يأتي، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، لكن في الظاهر لا يعترفون به عليه الصلاة والسلام كبرا وعنادا وحسدا، لأنهم يريدون أن تكون الرسالة في بني إسرائيل ولا تكون الرسالة في بني إسماعيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل، فهم يريدون أن تبقى الرسالة في بني إسرائيل ولا تكون في بني إسماعيل، وهذا في غاية الكفر والعناد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل الرسل ويختار الرسل، وليست اليهود هي التي ترشح الرسل وتختار الرسل، بل الله جل وعلا هو الذي يختار الرسل ويرسل الرسل، وهو أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته. فالذي دفع اليهود على هذا الكبر والإصرار على جحود الاستقبال للكعبة، وهم يعرفون من كتبهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيبعث في آخر الزمان وأن قبلته الكعبة، يعرفون هذا، ولكنهم يجحدونه. الله جل وعلا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يستقبل الكعبة، فامتثل أمر الله سبحانه واستقبل الكعبة واستقبل المسلمون معه الكعبة. وعند ذلك تأسف المسلمون على أمواتهم الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس، وخافوا أن صلاتهم غير صحيحة، فأنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس والذين ماتوا على ذلك، لأن هذا إيمان حيث امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، وهم على حق في استقبالهم بيت المقدس، لأنه لم ينزل ما يغير هذا الاستقبال، فهم باقون على شرع الله عز وجل قبل أن ينسخ، وصلاتهم صحيحة، وهذا هو الإيمان. سمى الله الصلاة إيمانا: ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فهي محسوبة لكم عند الله جل وعلا ولكم أجرها، ومن مات على ذلك فإن أجره عند الله سبحانه وتعالى، فلا تخافوا على أمواتكم أنهم ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس، فإن عملهم هذا عمل مشروع وعمل متقبل عند الله جل وعلا، لأنهم كانوا على حق قبل أن تنسخ الكعبة. ولما كان اليهود مصرين على إنكار استقبال الكعبة في الصلاة،
وحصل منهم ما حصل من الكلام القبيح في حق الله جل وعلا وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم وفي حق جبريل عليه الصلاة والسلام من وقاحاتهم وغطرستهم. أما حصل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم يعني بيت المقدس التي كانوا عليها، ما هو السبب؟ يا سبحان الله، ما هو السبب؟ السبب أن الله جل وعلا أمرهم بذلك. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأنتم عباد الواجب عليكم الامتثال وعدم الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، فليس هذا من عند محمد وإنما هو من عند الله، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم عبد مأمور مبلغ عن الله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمونها. ولكن الكبر والحسد هو الذي منعكم من إظهار الحق وامتثال الحق. فلما كانوا مصرين على هذا الكفر وهذا العناد وهذه الوقاحة اعتراضهم على الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلة. ولئن أتيت أيها الرسول، يا محمد، أتيت بكل آية، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى بكل آية أي بكل دليل وبكل برهان على صحة ما جئت به من استقبال الكعبة، لو أقمت لهم الأدلة والبراهين ما قبل. فهذا فيه تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يكترث من اعتراضهم ولا يعبأ بهم، لأن اعتراضهم ليس عن جهل، ليس عن جهل بالحق، وإنما اعتراضهم عن علم وعن معرفة، لكنهم لا يريدون الحق. والذي لا يريد الحق لا حيلة فيه مهما حاولت معه. الجاهل يمكن، الذي لا يترك الحق عن جهل هذا يمكن معالجته، يمكن قبوله للحق لأنه يريد الحق لكنه أخطأه عن جهل، فإذا بينت له يقبل. لكن الذي يعرف الحق وتركه هذا لا حيلة فيه، وليس هو بحاجة إلى أدلة وبراهين، لأنه يعرف البراهين، يعرف الأدلة، فلا تحاول معه مهما حاولت. هذه قاعدة في الجدال والمناظرة، أن الذي لا يريد الحق أنه لا حيلة فيه ولا تنفع معه الأدلة مهما حاولت أيها الرسول أو غيرك من العلماء. فالمعارض إذا كانت معارضته عن عناد فإنه لا حيلة فيه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، شوف أوتوا الكتاب هم معهم كتاب يعرفون
الحق لأنهم ليسوا أميين وليسوا جهالا، هم أهل الكتاب. وفي كتابهم، في كتابهم التوراة والإنجيل أوصاف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ونعت هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أوصافه عليه الصلاة والسلام أنه يستقبل الكعبة، هذا عندهم، هذا عندهم، ليس خافيا عليهم، فليسوا بحاجة إلى أدلة لأن الأدلة عندهم، ولكنهم جحدوها. وما دام أنهم ما هم بحاجة إلى الأدلة فلا داعي لإيراد الأدلة عليهم لأنها لا تجدي فيهم. وهذه قاعدة في المناظرة مع أهل الباطل، إذا كانوا تركوا الحق وهم يعرفونه فإنه لا فائدة من جدالهم وإقامة الأدلة لهم، لأنهم سيرفضونها مهما كان، لأن صاحب الهوى لا يمكن أن تثنيه عن هوى. إنما هذا يجدي الأدلة تنفع في الذين لا يعرفون الحق وهم يريدونه، يريدون الحق لكنهم لا يعرفونه، فإذا بينت لهم الأدلة قبلوا واستجابوا. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. فإذا كان المخالف، إذا كان المخالف يخشى الله ويلتمس الحق ولكنه خفي عليه، فهذا هو الذي تنفع معه الأدلة. أما إذا كان المخالف لا يخشى الله ولا يخاف الله عز وجل وليس جاهلا بالأدلة، يعرفها لكنه تركها عن علم وعناد واستكبار، فهذا لا تتعب نفسك معه إلا إن كان من باب إقامة الحجة عليه. أما أنه يقبل فهذا بعيد كل البعد. ومن عرف الحق ولم يقبله فإنه يعاقب، يعاقب بالزيغ والعياذ بالله. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الذي يترك الحق وهو يعرفه هذا يصاب بالزيغ وعدم قبول الحق في المستقبل، وهذه صفة اليهود في الغالب، إلا من من الله عليه منهم، منهم ناس يريدون الحق ولذلك آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. من أهل الكتاب من يريدون الحق، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به، مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، ومثل عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، ومثل أناس من اليهود والنصارى دخلوا في الإسلام حسن إسلامهم لأنهم يريدون الحق. لكن غالب أهل الكتاب لا يريدون الحق، وليس هذا خاصا بأهل الكتاب، بل هذا عام في كل من اتصف بهذه الصفة من أهل الكتاب وغيرهم من الفرق الضالة وأصحاب الأهواء. هؤلاء لا يرجعون إلى الحق
لأنهم تركوه عن رغبة عنه وعدم قبول له ورفضوه، فلن يرجعوا إليه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بكل دليل على أن استقبال الكعبة هو الحق وأنه هو الشريعة وأنه ناسخ لاستقبال بيت المقدس، لو أقمت الأدلة على هذا ما قبله، فلا تحاول معه. وهذا فيه تهدئة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يحب هداية الناس ويشق عليه تركهم للحق، يشق عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. باخع يعني مهلك شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، يشق عليه أنه يراهم على الكفر وأنهم في طريقهم إلى النار، يشق عليه هذا، يريد لهم الهداية. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا هدأ من روعه وقال له: لا تكلف نفسك معه، هؤلاء قوم لا يريدون الحق. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي ما توجهوا إلى الكعبة. لأنه يمنعهم الحسد والكبر والهوى والعياذ بالله. وما أنت بتابع قبلته. الرسول صلى الله عليه وسلم من المستحيل أنه يرجع إلى استقبال بيت المقدس بعدما حوله الله إلى الكعبة، هذا مستحيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى استقبال بيت المقدس، لأنه شرع نسخ. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد مأمور، فهذا فيه تيئيس لليهود لأن الرسول يرجع إلى قبلتهم بعد أن حوله الله عنها إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والكعبة أول أسبق من بيت المقدس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الكعبة أسبق من بيت المقدس، وهي بيت الله عز وجل، وهي قبلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى بيت المقدس بعد أن حوله الله؟ هذا مستحيل، إلا لو أن الله أمره بذلك. الله فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن أمر الله عز وجل. وما أنت بتابع قبلتهم، هذا فيه دليل على أن استقرت القبلة إلى الكعبة إلى يوم القيامة وأنها لا تحول. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أن القبلة والاتجاه في الصلاة استقر إلى الكعبة إلى أن تقوم الساعة، وأنه ليس قابلا للنسخ. وما أنت بتابع قبلتهم، إن قبلة منسوخة منتهية، وبيت المقدس له فضيلته، باقية فضيلته، الصلاة فيه عن 500 صلاة ما سواه، ويستحب السفر إليه والصلاة فيه، فضيلته باقية، ولكن استقباله هذا نسخ. ما هم معناه أن بيت المقدس صار ما له قيمة، لا، المقدس هو
المسجد الثالث هو المسجد الثالث الذي يسافر للصلاة فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني لا يسافر لأجل العبادة في مكان أو بقعة إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجدي هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، فحرمته باقية وفضله باقي، إلا أن الكعبة، إلا أن القبلة حولت منه إلى الكعبة بأمر الله سبحانه وتعالى. كلها مساجد لله وكلها جهات لله عز وجل، والله يشرع لعباده ما يشاء ولا اعتراض عليه. وما أنت بتابع قبلته، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. شوف، اليهود لا يستقبلون قبلة النصارى وهم أهل الكتاب، والنصارى لا يستقبلون قبلة اليهود وهم أهل الكتاب، فهم مختلفون بينهم. قبلة النصارى إلى المشرق، وقبلة اليهود إلى بيت المقدس. النصارى متمسكون بقبلتهم، لا يتحولون إلى قبلة اليهود، واليهود متمسكون بقبلتهم، لا يتحولون إلى قبلة النصارى، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. فإذا كان بعضهم لا يتبع قبلة بعض، فكيف يتبعون قبلتك أيها الرسول إذا كانوا هم مختلفين بينهم؟ فكيف تطمع أيها الرسول أنهم يطيعونك ويستقبلون قبلتك؟ صار الخلاف من طبيعتهم والعياذ بالله، صار الخلاف من طبيعتهم وسجيتهم فيما بينهم، مع أنهم يجمعون على عداوة المسلمين. اليهود والنصارى يجمعون على عداوة المسلمين، ولكنهم فيما بينهم أيضا أعداء بعضهم لبعض. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هذا من عنادهم وكبرهم، أنهم يتعصبون لما هم عليه، من طبيعتهم التعصب لما هم عليه. اليهود يتعصبون لقبلتهم، والنصارى يتعصبون لقبلتهم، لأنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون التعصب. فصار التعصب من طبيعتهم فيما بينهم، فلا يمكن أنهم يستقبلون قبلة محمد صلى الله عليه وسلم وهي الكعبة. ثم قال الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم، يعني لو أنك أطعتهم واستقبلت بيت المقدس نزولا على رغبتهم، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا، لكن هذا من باب الفرض، من باب الافتراض، من باب الافتراض، وإلا فإنه معصوم عليه الصلاة والسلام في أن يطيعهم ويخالف أمر الله سبحانه وتعالى. لكن لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطاعهم وخالف أمر الله، فإن الله سبحانه وتعالى توعده بأشد الوعد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم. شوف، أهواءهم، ما قال شريعتهم، لأن ما هم عليه ليس شريعة، بعد نسخه ما صار شريعة، كان في الأول شريعة لكن لما نسخ صار ما هو شريعة، الهوى. ولئن اتبعت أهواءهم، أي ما هم عليه من الباطل والدين المنسوخ
ألئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من القرآن والوحي، لو خالفت ما جاءك من العلم من القرآن والسنة والوحي المنزل واتبعت أهواءهم وأطعتهم إنك إذا لمن الظالمين. إذا يعني فيها في هذه الحالة التي وافقتهم على الضلال تكون من الظالمين. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فلو أطعتهم واتبعت رغبتهم وخالفت ما وأمرك الله به كنت من الظالمين، وضعت الشيء في غير موضعه وأطعت غير الله جل وعلا. الطاعة لله، أنت وضعت الطاعة لغير الله، وضعتها لليهود والنصارى، هذا ظلم، وضع للشيء في غير موضعه. والعبادة توضع في موضعها ولا توضع في غير موضعها، والطاعة توضع في موضعها وهي امتثال أمر الله. ضلال، موافقة أهل الضلال. وهذا تنبيه للأمة المحمدية، تنبيه لها لأنها لا تنخدع باليهود والنصارى مهما أظهر اليهود والنصارى لهم مهما أظهر اليهود لهم من اللباقة ومن التملق، فإن المسلمين لا يجوز لهم أن ينخدعوا بهم، لأن المسلمين على حق واليهود والنصارى على باطل. فإذا أطاعهم المسلمون تركوا الحق وأخذوا بالباطل، وهذا يكثر وقوعه في المسلمين مع الأسف الآن، أن المسلمين يجارون اليهود والنصارى ولو على حساب دينهم، ويخالفون كثيرا من أوامر دينهم إرضاء لليهود والنصارى. الله جل وعلا أخبر أن من فعل هذا أنه من الظالمين. لو فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق صار من الظالمين، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام. ففي قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، هذا فيه تنبيه للمسلمين بأنهم لا يساوموا على الحق الذي معهم، بل عليهم أن يتمسكوا به ولا يلتفت إلى اليهود والنصارى. الآن فيه من ينادي بمجارات الدول، مجارات الدول وعدم التخلف عن الركب يقولون، وأخذ ما عند اليهود والنصارى من العوائد القبيحة من أجل مجاراتهم ومن أجل العيش معهم، ونتنازل عن أمور ديننا، نتنازل عن أمور ديننا من أجل التمشي مع الدول وفي ركب الدول الكافرة، هذا ظلم والعياذ بالله. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم أي من الشرع المنزل إنك إذا لمن الظالمين، لمن الظالمين، اللام لام القسم هذا تأكيد. وإذا فرض هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم لو وقع منه وحاشاه عليه الصلاة والسلام كان من الظالمين، فكيف بغيره ممن يتنازل عن أمور دينه من أجل إرضاء اليهود والنصارى والمشي في ركابهم. فهذه آية عظيمة فيها تنبيه المسلمين على التمسك بدينهم وعدم الإصغاء إلى شبهات اليهود
والنصارى، لأننا على الحق وهم على الباطل، هم على الضلال ونحن على الهدى، نحن على الكمال وهم على النقص والفساد. فكيف يتحول من من الله عليه بالنعمة العظيمة بالحق الثابت والصراط المستقيم والأخلاق الطيبة، كيف يتحول ويجاري أسفل الخلق وأضل الخلق وهم اليهود والنصارى؟ كيف؟ ولئن اتبعت أهواءهم، ما عندهم شرعهم، ما عندهم إلا هوى. لو كان عندهم شرع لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الشرع اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما من خالف محمد صلى الله عليه وسلم فليس عنده إلا هوى، من اليهود والنصارى وغيرهم، حتى ممن ينتسب إلى الإسلام إذا خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد اتبع الهوى. إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم الذي أنزله الله عليك وعلى أمتك، إنك إذن أي في حالة اتباعك لهم من الظالمين. ثم قال جل وعلا مبينا وفاضحا لليهود والنصارى أنهم لم يخالفوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن جهل بحاله ولا عن عدم معرفة بالحق، وإنما خالفوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن عناد واستكبار وإصرار على الباطل، وهم يعلمون أنه رسول الله حق. الذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفونه، من يعرفون؟ يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أن قبلته هي الكعبة، يعرفون هذا في كتاب، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم. فيه واحد ما يعرف ولده؟ ها؟ فيه واحد من الناس ما يعرف ولده؟ أبدا. حتى البهائم تعرف أولادها، ما في أحد ما يعرف ولده، حتى البهائم تعرف ولده كما يعرفون أبناءهم. يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وأنه على حق، وأن استقباله للكعبة شرع من الله، وأن استقبال بيت المقدس انتهى. يعرفونها حق المعرفة كما يعرفون أبنائهم، لا يستريبون في ذلك، ما أحد يشك في ولده أنه ولده أبدا. كذلك هم لا يشكون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله كما يعرفون أبنائهم. هل بعد هذا، هل بعد هذا الكلام كلام؟ فهم لم يتركوا، لم يخالفوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن جهل به أو عدم معرفة به، حتى يقال ما تبين لهم الدليل ولا تبين لهم البرهان، وإنما تركوه عن معرفة تامة تامة كما يعرفون أبناءهم. ثم قال جل وعلا وإن فريقا منهم، شوف فريقا منهم، ما قال وإنهم كلهم، لا، فريق منهم، وإلا منهم ناس طيبون قبلوا الحق وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن فريقا منهم من اليهود والنصارى، وهو فريق كثير ما هو قليل، لكن منهم ناس طيبون. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين كما حصل من النجاشي رحمه الله وما حصل من سلمان الفارسي رضي الله عنه وما حصل من عبد الله بن سلام رضي الله عنه وخلق كثير من اليهود والنصارى يريدون الحق وقبلوا الحق وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال وإن فريقا منهم ما عمم بل قال فريقا منهم وهكذا المسلم لا يعمم الحكم على الناس لا يعمم إن فريقا منهم ليكتمون الحق يكتمون الحق يكتمونه يعني يجحدونه يكتمونه يعني يجحدونه وهم يعرفونه فالكتمان هو الجحود لغرض من الأغراض ولهوى من الأهوى يكتمون الحق وهم يعلمون في قلوبهم ما جحدوه بألسنتهم فهذه مفاصلة مع اليهود والنصارى وأنهم لم يخالفوا رسول الإسلام ودين الإسلام عن جهل وعن عدم معرفة بحقيقة الإسلام وحقيقة الرسول وإنما خالفوا ذلك عن عناد وكبر وهوى ومن كان كذلك فلا حيلة فيه فلا تكلفوا أنفسكم بمجادلتهم الآن يقولون أقيموا حوار بين الأديان أقيموا حوار بين اليهود والنصارى والمسلمين يا سبحان الله كيف يقيم حوار معهم وهذا كلام الله فيهم ما هم يجهلون حتى نقيم معهم حوار وإنما يريدون ما هم لا يريدون أن يأتوا معنا وإنما يريدون أن نذهب نحن معهم هذا الذي يريدون فلا فائدة في الحوار معهم لأنهم يريدون أن يأخذونا إلى دينهم ولا يريدون أن يأتوا إلى الحق ويقبلوا الحق أما لو كانوا يبحثون عن الحق نعم الذي يبحث عن الحق أنت تحاوره لكن اللي ما يبحث عن الحق وإنما يبحث عن العناد والإصرار على ما هو عليه ويريدك أنك تجي معه هذا لا تجادله ولا تحاوره لأن أمره قد انتهى هذا منتهن أمره لا فائدة فيه ولا حيلة فيه وهل أحد يستطيع أن يجادل الكفار واليهود والنصارى هل أحد يستطيع أن يجادلهم مثل محمد صلى الله عليه وسلم ما أحد يستطيع ومع هذا ما أجدى فيه فكيف الآن يقولون أقيموا الحوار معهم وعقدوا النوادي أو الندوات لأجل الحوار مع الأديان ومع اليهود والنصارى هذا تضليل وخداع تلبيس على الناس وهضم للإسلام ورفع من شأن الكفر على المسلمين أنهم يتنبهون لهذه الأمور ولا ينخدعوا بها أبدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين اللهم أذل الشرك والمشركين
ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي وعدت ظهوره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين ودعاة الضلال يا رب العالمين. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، عندي مال اقترضته من صاحب لي وظل المال عندي سنوات، فكيف يزكي صاحب هذا المال المال الذي عندي؟ فبارك الله فيكم. المال ما دام عندك في ذمتك أنت اللي تزكيه، ومالك إلى أن تدفعه إليك، إذا دفعته إليه صار ماله، يزكيه هو. أما ما دام المال هذا عندك تقول إني مبقيه علشان أسدد به القرض أو الدين، هذا مالك لا يزال، أنت اللي تزكيه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من جميع الأخطاء التشريعية وغيرها أم التشريعية فقط؟ وبارك الله فيكم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه معصوم بعصمة الله عز وجل، الله عصمه، الله يعصمك من الناس، الله عصمه بعصمته سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: تجرأ أحد المتعالمين على وصف الصحابة بالغثائية، فلما بين له أن هذا سب للصحابة أبى الرجوع والتوبة، فما واجبنا نحن طلبة العلم معه؟ لا يسب الصحابة إلا زنديق أو ضال أو مبتدع، لا يسب الصحابة من في قلبه إيمان. الصحابة لهم حق ولهم كرامة ولهم منزلة، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الأمة، أفضل الأمة على الإطلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تنقصهم ولا سبهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فلا يلحق الصحابة أحد في الفضيل مهما بلغ من العبادة والزهد، لا يلحق للصحابة. الله جل وعلا يقول: والذين جاءوا من بعدهم، لما ذكر الصحابة المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذي يتناول الصحابة أو أحدا منهم بالتنقص هذا ضال بلا شك، إما كافر وإما أنه مبتدع، إما أنه كافر وإما أنه مبتدع ضال، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما الأصل في الحكم على أي أمر من الأمور؟ هل هو سماع القول أو النظر والتمحيص؟ وبارك الله فيكم. الحكم بالدليل، الحكم على الأشياء بالدليل من الكتاب والسنة، أما حكم الله عليه فإننا نحكم عليه. حكم الله ورسوله على شيء بأنه حق أو أنه باطل أو أنه حلال أو أنه حرام، فإننا نحكم عليه بذلك بالدليل، لا بالأهواء ولا بالأفكار والعقول، وإنما نحكم بالدليل. نعم. جزاكم الله خيرا.
فضيلة الشيخ، هل أجر الصلاة على الجنازة بعد بعدد المصلين عليهم أم العبرة بالصلاة وحدها؟ نعم، المصلى عليهم. هذا يقول هل أجر الصلاة على الجنازة بعدد المصلين عليها أم العبرة بالصلاة وحدها؟ الصلاة على الجنازة فرض كفاية واجبة على المسلمين أنهم يصلون على الجنازة، إذا صلى عليها بعضهم حصل المقصود، وكل ما كثر العدد فهو أفضل، كل ما كثر عدد المصلين على الجنازة فهو أفضل للجنازة وأفضل للمصلين أيضا. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل اليهود في وقتنا الحاضر يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم؟ الله وصفهم بهذا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الله وصفهم بهذا، ولم يقل اليهود في وقت كذا وكذا، بل أطلق سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب يعرفون الرسول في كل عصر وفي كل جيل إلى أن تقوم الساعة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول، على ما يدل التحذير من المرور بين يدي المصلي؟ يدل على التحريم، التحذير من المرور بين يدي المصلي من دون سترته، إذا كان أمام سترة أو قريبا منه هذا محرم، إلا إذا دعت الضرورة للمرور مثل المسجد الحرام والمساجد المزدحمة التي يضطر الناس إلى المرور، هذا الضرورة لها حكم، أما إذا كان المكان فيه سعة وفيه طريق من غير أمام المصلي فلا يجوز المرور أمام المصلي، حرام. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول، كيف نجمع بين الأحاديث التي تدل على أن عدم المجاهرة بالمعصية سبب للمغفرة وبين التي تدل على عكس ذلك أي عدم المغفرة؟ وجزاكم الله خيرا. الذنوب كلها قابلة للمغفرة إلا الشرك، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل الذنوب قابلة للمغفرة ما دامت أنها دون الشرك، سواء كان يجهر بها أو تخفى هي قابلة للمغفرة، لكن الذي يستخفي هذا أقرب إلى التوبة والحياة من الله عز وجل من المجاهر. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هو حكم السبحة وهل هي بدعة؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. السبحة الصلاة، لكن السبحة عبارة عن الخرج اللي المنظوم الذي يكون مع بعض الناس يعدون به التسبيح، هذا لا بأس به إذا كان ما يعتقد لها فضيلة وإنما يتخذها للعد فقط، مثل الحصى، كل بيده حصى ولا بيده خرزات يعد بها التسبيح لأجل أنه ما يغلط العدد، هذا لا بأس، هذه وسيلة يستعين بها على عدد التسبيح سواء كانت خرزات أو كانت حصى، وكونه يسبح بأصابعه هذا أفضل، كونه يعقد التسبيح بأصابعه هذا أفضل وأحسن، لأن الأصابع أعظم من أعضائه يستعملها في عبادة الله وهي تستنطق وتشهد له يوم القيامة، فتسبيحه بأصابعه أحسن، وإذا سبح بخرزات السبحة أو بالحصى فلا حرج في ذلك، إلا إذا اعتقد أن السبحة فيها فضيلة، ليس فيها فضيلة، مباحة من المباحات. نعم. جزاكم الله خيرا. بعض الفرق الضالة تعرف بأن المنهج السلفي هو الحق وتعاند وتجحد وتجادل بالباطل، فكيف تكون المعاملة معهم في الولاء والبراء؟ إن كانوا خارجين عن الدين هؤلاء يعادون معاداة تامة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فإذا كانوا خارجين من الدين ومرتدين يجب معاداتهم، وأما إن كانوا عصاة لم يخرجوا من الدين لكن عندهم مخالفات
وهم عصاة، هؤلاء يعادون من جانب ويحبون من جانب، يعادون من بقدر ما فيهم من المخالفة ويحبون بقدر ما فيهم من الإيمان، يجتمع في حقهم المحبة والبغضة. أما الذي يعادى معاداة خالصة فهو الكافر خارج من الدين والمرتد عن دين الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما نصيحتك للمسلمين في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها فلسطين، وما هو العمل الذي يجب أن يفعله المسلمون؟ العمل الذي يجب أن يفعله المسلمون مع إخوانهم المظلومين والمضطهدين في كل مكان ولكن في فلسطين أشد، العمل هو الدعاء لهم بالنصر والدعاء على أعدائهم ومساعدتهم بالمال، مساعدتهم بالمال والتبرع، لأنهم محتاجون، فيهم عوائل وفيهم كبار سن وأطفال وفيهم فقراء، يساعدون بالأموال مع الدعاء لهم. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، انتشرت العبايات المفصلة لجسم المرأة والسفور، فهل نصيحة للأخوات حفظكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسلمة البخت، كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. كاسيات يعني لابسات الملابس، لكنهن عاريات لأن هذه الملابس لا تسترهن، ضيقة ولا قصيرة ولا فيها زينة، فهي لا تستر، ليست سترا وإنما هي فتنة. ومن ذلك العباءة التي تلصق بالجسم، أو العباءة القصيرة أو العباءة الضيقة، هذه من لباس الكاسيات العاريات. المفروض في العباءة والجلال أن تكون طافية ساترة للمرأة، لا يبدو شيء منها عند الخروج، هذا المفروض في العباءة. أما أن تكون العباءة دعاية فتنة ودعاية شر، أو ضيقة تلتصق بجسم المرأة، فهذه عباءة سوء، وهذه كسوة العارية والعياذ بالله. الواجب على المسلمة أن تتقي الله عز وجل، وأن تلبس الملابس المحتشمة الساترة البعيدة عن الفتنة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما رأيكم بقول شخص إذا رأى شيئا رأيت كذا صدفة، أو بالصدفة فعلت كذا؟ لا ينبغي التعبير هذا صدفة، لأن ما هنا شيء صدفة، كل شيء بقضاء الله وقدره، كل شيء مقدر، لكنه لا يقصد هذا، الغالب أنه ما يقصد أن هذا الشيء ما قدر، إن كان يقصد هذا فهذا كفر، أما إن كان ما يقصد هذا وإنما قصده أنه ما رآه وهو لم يكن على توقع أنه سيراه، صدفة بالنسبة له هو، ما هو صدفة بالنسبة إلى الله عز وجل، وإنما هو صدفة بالنسبة له هو، لأنه ما كان في ظنه أنه يلقاه أو أنه يراه، فهذا لا بأس، لا يصل إلى حد إنكار القدر، ولكن ترك التعبير به أحسن. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ذكر الله عز وجل في القرآن حزب الرحمن وحزب الشيطان، فهل حزب الرحمن يدخل فيه 73 فرقة، وكذلك حزب الشيطان يدخل فيه فرق اليهود وفرق النصارى؟ وبارك الله فيكم. حزب الرحمن وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الفرقة الناجية، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة
كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه، هؤلاء هم حزب الرحمة أهل السنة والجماعة. أما الفرق المخالفة والفرق الضالة فهذه ليست من حزب الرحمة، هذه فرق ضالة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هي الوسائل أو الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ الأسباب كثيرة معينة على الخشوع، أعظمها أعظم الأسباب استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، أن يستحضر المسلم عظمة الله الذي هو واقف بين يديه، وأن يعلم أن الله يراه ويسمع كلامه ويعلم ما في قلبه. فإذا استحضر هذا خشع لله عز وجل. وكذلك من أسباب الخشوع تدبر القرآن، الله شرع قراءة القرآن في الصلاة لأجل التدبر، فيتدبر القرآن ويستمع. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا من أسباب الخشوع، الإنصات للقرآن وتدبر القرآن الذي يتلى في الصلاة يقرأه الإمام أو أنت تقرأه.